ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما سفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا بالخيرات هذه الكوكب المباركة وشكر الله لهم هذه القراءة الماتعة فشكرا لكم جميعا والآن ألتمس منكم جميعا الوقوف تقديرا واعتزازا للنشيد الوطني Thank you.
شكرا لكم حضورنا وجمهورنا الكريم. والآن مع كلمة للسيد المحترم رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير السيد الحاج محمد السيمو، فليتفضل مشكورا موفقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الحضور الكريم، الشكر الموصول للجمعية المنظمة وكل من ساهم من قريب أو من بعيد في النجاح ديال هذا العرس الديني بالامتياز. الشكر الموصول السيد رئيس المجلس الإقليمي المحترم، السادة أعضاء المجلس الجماعي القصر الكبير محترمين، السادة علماء الأجلة اللي شرفونا بالحضور ديالهم اليوم، والإخوة والأخوات وكذلك وسائل الإعلام اللي مشاركة معنا في هذا الحفل. إخواني أخواتي، كما لاحظنا جميعا النخبة من القراء، هذه هي البضاعة اللي عند المغرب في الدرجة الأولى. الحمد لله عليها نعمة، للآن بلدنا الحمد لله صبحت قبلة للأئمة للعالم بدون تحديد، وخاصة الدول الإفريقية اللي الآن النموذج المغربي للنموذج التعليم العتيق اللي يعتبر من الأورش الكبرى في بلادنا، واللي بالمناسبة كنشكروا ملك البلاد جزاه الله عنا خيرا على هذا الورش الكبير اللي انقذ الموقف واللي خلى المغاربة غادي على المحجة البيضاء على الطريق الصحيح. بعد ما اختلط الأمر على العالم الكل في حيرة، يشوفها كيف كيتكلمك على الإرهاب، ولكن الحمد لله بهذا النموذج الجيد المغربي الحمد لله الرؤية توضحت وبانت. والآن الحمد لله كما شاهدتم في هذه الأمسية واقص على ذلك. وحنا كمجلس جماعي أو كنائب برلماني رفعنا ملتمس مؤخرا إلى وزارة التعليم العالي اللي تدرج جوج محطات. المحطة الأولى في الكلية تعد اختصاصات العرائش، والمحطة الثانية بكلية بطنجة اللي كان لقاء في كلية الطب بطنجة. الحمد لله هذا الطلب إحداث ملحقة أصول الدين بقصر الكبير. وكي جاكم هذا الشيء؟ هذا اللي معروف على المغرب وعلى قصر كبير المدينة المحافظة، هو هذا المنتوج، هذا البضاعة هو هذا. باش نشكر كل إخوان المدارس العتيقة بقصر كبير على المجهود، مجهود قيم، مجهود كبير، وخا ما كيبانش بالواجهة وما كيتنقلش عبر وسائل الإعلام، ولكن الناس اللي مهتمين بهذا الشيء راهم كيشوفوا حتى على أرض الواقع. مدرسة فرقان، مدرسة ديال الإمام الشاطبي، الإمام الهبطي، مدرسة ديال عبد العزيز القصري، مدرسة ديال الشريف الحميدي السي بوليس اللي بولاد حميد، ولائحة طويلة. هاد الناس هادو جزاهم الله عنا خيرا على المجهود اللي قايمين به. والآن أصبحنا ولله الحمد ألف مليون وخمسمية حافظ وحافظة في المغرب ديالنا كده. كبر الله الإخوان، كبر الله. هذا الرقم ربما باللسان كيجي خفيف،
رغم كان بدا ينقرض، كنا وخاصة في البادية جو البيوت لا تخلو من حافظ كتاب الله. الناس العائلة كلها كتجاه المسجد وكتقرا وليداتها، ولكن السنوات الماضية يعني اللي مضت عرفوا حتى تراجع كبير. واليوم بهذا المشروع الكبير ديال التعليم العاتق وبالمجهود ديال الإخوان وكذلك المؤسسة الإمام ورش، كنشوف الأخ الأستاذ الفاضل التوار متواجد معنا هنا ياسين سياح، استسمح إذا غفلت على شي مؤسسة ما ذكرتش يجب أن ننوه بهؤلاء الأساتذة ذكرانا وإناثا. الحمد لله هذه من رحمة الله بهذا المغرب بقي هذا الخير هذا. وبالمناسبة كنهني الشاب اللي حصل على أول جائزة عالميا ربما دولة في أحد دول الخليج، شفت اليوم في الانترنت، وزيادة على شيء أعمى البصير، ولكن إنها لا تعمل أرض، ولكن الناس راه ما تشوفش شي واحد أعمى وضحك له، راه يقدر يكون أحسن مني ومنك، وهذا ما حصل. شرفنا هذا الشاب وباقي الوفد اللي كان معاه اللي مشوا شاركوا في هذه المباراة، ونتمنى التألق والنجاح للباقي الإخوان والأخوات والأساتذة اللي كيشتغلوا في هذا المجال. معذرة الإخوان والأخوات اللي واقفين، رحنا في طور إنجاز طاعة أخرى اللي هي أكثر من هذه اللي غادي تكون كتوفر مهما وسعناها غادي يبقى خاص، ولكن نسبيا غتكون عندنا قاعه اخرى احسن من هذه اللي باش نوفر لكم بها ان شاء الله الظروف ديال الشغل. وشكرا للجميع، تبارك الله عليكم. وكنختم بالسي الحميدي السعد السلام القامه من القماس اللي حمل كتاب الله في بلادنا وخاصه المنطقه ديال ال سريف اللي غنيه عن التعريف، مؤسسه اللي خلت ربما كنشوف السي العالمي طلحه احد التلاميذ والطلبه اللي قراوا على السي عبد السلام، واللائحه طويله اللي مشرفنا اليوم في هذه الامسيه. كنطمن الاخوان اذا كانوا شي دراري صغارين يعطوا الناس اللي كبارين يجلسوا، والمراه اللي عندها وليد صغير ديروا في حجره وتوسع الاخت ديالها جلس قدامها، نصبروا شويه باش يمكن الناس تستافدوا من هذا الاجر كاملين، لان راه دابا الان كلنا سواء، بحال اللي سمع بحال اللي قرا، عندنا ثواب واحد، نصبروا مع بعضياتنا. وشكرا، شكرا، تبارك الله عليكم. شكرا للسيد الرئيس على هذه الكلمة التي كانت تصب في الثوابت المغربية، وهي في عقد الأشعار وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك وتؤطرها إمارة المؤمنين. والآن ننتقل إلى كلمة ثانية لجمعية منتدى الشمال للثقافة والتنمية، فليتفضل ملقيها مشكورا السي يوسف أمغيتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عواشركم بروكا، والله يجعل هذا العشر الأواخر في ميزان الحسنات ديالنا جميعا. سيد رئيس المجلس الإقليمي، سيد رئيس المجلس الجماعي، السيدة النائبة، الإخوة نواب سيد الرئيس، السادة الأعضاء، الإخوة في المنابر الإعلامية، أساتذتنا الأفاضل، علماء هذه المدينة العتيدة، أيها الجمهور الجميل والكريم، أحييكم وأرحب بكم في هذه الليلة المباركة من فعاليات الليلة الرمضانية الكبرى في دورتها الخامسة. أرحب بكم في هذا الصرح الديني الذي أتمنى أن ينال إعجابنا جميعا، وأن نتبرك من السادة العلماء الذين شرفونا اليوم وأبوا إلا وأن يكونوا هنا داخل هذا الفضاء الجميل نبراسا وناقوسا يدق في عالم النسيان. شكرا جزيلا لكم. أود أن أشكر
مركز واد المخازن للدراسات والأبحاث، وهو شريك في هذه الليلة المباركة وهذه الدورة الخامسة. كما لا يفوتني أن أقدم جزيل الشكر للمجلس الجماعي الذي نعتبره شريك أساسي لجميع أنشطة جمعية منتدى الشمال، ليس فقط في الأنشطة الدينية وإنما في جميع المجالات. وأود منكم أن تصفقوا بحرارة لدعمهم الكبير لكافة الأنشطة. جميل جدا أن نلقى ذاك الصدر الرحب وتلقيهم الجميل لدعم أنشطتنا داخل الجمعية، وليست جمعيتنا فقط، فما نراه اليوم في مدينة القصر الكبير من أوراج خاصة في المجال السيسيو الثقافي والاجتماعي والبيئي إلى غير ذلك، فهو أمر جميل يرقى إلى تطلعات الساكنة. لكننا دائما نطالب بالمزيد ونطالب برقي المدينة أكثر وأكثر، وهذه رسالة موجهة للسادة أعضاء المجلس للعمل جاهدا لترقية المدينة من مدينة إلى عمالة إن شاء الله، وهذا مطلب جميع الجمعيات ولربما لا يخالفني أحد في هذا. كذلك من منبر هذا المتواضع أود أن أشكر جميع المتدخلين الذين ساهموا من قريب أو بعيد في إنجاح هذه الدورة، سيما وأن الدورة توقفت لمدة عامين بسبب كورونا. الحمد لله الأوضاع الآن تدريجيا تعود إلى ما هو عليه. مجموعة من المتدخلين الآخرين اللي كانوا كيقدموا المساندة وعلى رأسهم جمعية الإشراق بأطرها وكافة أعضاء مكتبها كذلك، شكرا جزيلا لكم. كي لا أطيل أود أن أقدم هذا الصرح في طبق فني ديني وأترككم للاستمتاع به، وشكرا جزيلا. شكرا سي يوسف على هذه الكلمة. ومع الكلمة الثالثة والأخيرة وهي لمركز واد المخازن للدراسات والأبحاث، تلقيها الأستاذة نجلاء بن كيران، فلتتفضل مشكورة موفقة إن شاء الله. الحمد لله المنعم المنان، اختص هذه الأمة بشهر رمضان وأنزل علينا فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى العدنان. أيها الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الليلة الرمضانية الكبرى المنظمة من طرف منتدى الشمال للثقافة والتنمية وبتنسيق مع مركز واد المخازن للدراسات والأبحاث وبدعم من المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير. أرحب بكل الضيوف الكرام الذين تكبدوا عناء السفر لحضور هذه الليلة الروحانية وكل الوجوه الكريمة التي شرفتنا بحضورها الوازن، وبزملائي بمركز واد المخازن للدراسات والأبحاث هذا المولود الجديد الذي أخذ على عاتقه مسؤوليات شتى، من بينها تشجيع الإنتاج وحركة البحث الأكاديمي والتكوين المنهجي والنظري للباحثين وغيرها من الأهداف التي تسمو بالحقل العلمي. كما يسعى المركز إلى تنظيم فعاليات والانخراط في نشاطات متنوعة المجالات ومتميزة المضامين كانخراط في هذه الليلة الرمضانية الروحانية في نسختها الخامسة تحت شعار أهل القرآن أهل الله وخاصته. ودأبا على هذه السنة الحميدة، ستعرف هذه الليلة القرآنية بمشيئة الله مشاركة ألمع قراء المملكة المغربية الشريفة وتتويج الفائزين بمسابقة التجويد، وكذلك تكريم بعض من أعلام مدينة القصر الكبير الأفاضل. كما سيتخلل الحفل وصلاة من المديح والسماع من قبل فرع القصر الكبير لنخبة الشباب الوطنية للمديح والسماع بالمغرب برئاسة الفنان المنشد محمد بن كيران مشكورا، وعن طريقه رؤساء الفروع بالمملكة المغربية. أجدد ترحابي بكم جميعا، شاكرة لكم حضوركم الوازن، راجية المولى عز وجل أن تقضوا رفقتنا لحظات ممتعة، سائلة سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ نجلاء على هذه الكلمة المباركة. صراحة هذه كلها كلمات
داعمة ومؤطرة. وبعد هذه الكلمات المشجعة نعود بكم مرة أخرى إلى مائدة القرآن الكريم وأنواره ورياضه، ومع قارئة تجشمت العناء والتعب لتشاركنا تلاوة عطرة تشنف بها أسماعنا، اسمها خولة الدرقاوي، حاصلة على الإجازة في الدراسات الإسلامية، وشاركت في عدة مسابقات وطنية ودولية، منها مسابقة مواهب التجويد، كما أنها حاصلة على الرتبة الأولى في التحبير بالقرآن الكريم بدولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي سنة 2018. فلتتفضل مشكورة مأجورة باسمكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم الإنسان بالشر الدعاء
وجعلنا الليل والنهار آيتين
شكر للقارئة خول على هذه التلاوة التحبيرية الماتعة. والآن ننتقل بكم إلى حفل تكريمي عرفانا وشكرا وتقديرا للمجهودات التي يقوم بها هؤلاء، وهم في الحقيقة يشتغلون بالليل والنهار من أجل أن يعلموا أبناءنا تلاوة القرآن وأن يعلموهم الإسلام الصحيح وفق التصور الإسلامي الصحيح ووفق النموذج المولوي الذي أسس وأرسى أسسه مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ومع الشخصية الأولى التي في الحقيقة هي شخصية غنية عن التعريف، وكما يقال المعرف لا يعرف. هذه الشخصية هي سي العلمي طلحة، مشرف مؤسسة الإمام الهبطي الخاصة للتعليم العتيق، فليتفضل باسمكم مشكورا مأجورا. ويقدم له هذه الجائزة التكريمية السيد رئيس المجلس الجماعي المحترم الحاج محمد السيمون، فليتفضل مشكورا. واخا تفضل الوسط الله يجزك بخير. بغيناك يعني قبل ما تقدم هذه الجائزة التكريمية صراحة وأكون صادقا معكم، لن أجامل ولن أبالغ في الكلام، هذه الجوائز كان السيد رئيس المجلس الجماعي المحترم حريصا على تكريم هؤلاء عرفانا بمجهوداتهم الجبارة التي يقومون بها. تصفيقات حرة الله يجزيك بخير. بغيت يعني شي كلمة من السيد الرئيس المجلس الجماعي في حق هذه الشخصية المكرمة، وهو صديق له قديم منذ الصغر. شكرا سي يونس. سي عالمي كيف الحال؟ بخير. سي العالمي هو صديق، هو كان يقرا العلم في طنجة، وانا كنت كنعمل التجارة، وكانت عندنا علاقة قريبة جدا، وكنعرفو مني كان عند سي الحميدي، سي عبد السلام الحميدي الشيخ ديالنا الفضيل اللي المدرسة الحميدي غني عن التعريف. والحمد لله حنا البلدينا كما قلنا غني بهؤلاء الرجال وكذلك النساء، ربما كاينه شي وحده محتفى بها اليوم. يا سي يونس كاين شي اوكس حافظ كتاب الله اللي عندكم معنا؟ كاينه كل يوم حيت المقاربه، لان النساء يقول لكم حنا اذا ضروري منا. السي العالمي هو في المؤسسه ديال الامام الهبطي لتعليم العتيق، هو السي عبد السلام القلعي، هو كيتواجد بغرطي وباقي الاخوان والاخوات ليل نهار، وكتعرضوا واحد العداد ديال المشاكل، ومن اغرب المشاكل غادي ندوز ليها بسرعه، وغادي ربما الاخوان غادي يتعجبوا من الامر ديالها. السي العالمي والسي عبد السلام الفكتوره المجد غاليه، قالوا يبحثوا باش يديروا واحد البير ديال الماء في الجامع. المهم جاوا واحد السيد مسكين مشى يحفر، ربما عمل شي خطا في الكهرباء، ضربته الصعيقه ديال الكهرباء ومات، بقاو كيشوفوا بعضياتهم، لان السيد مات في البير والوضعيه القانونيه ربما كانت غايبه. اذا اشكال، انا تلقائيا لما عيط لي احد الاصدقاء جيت بسرعه قلت لهم خليكم وانا غادي نتصرف. جاء السيد وكيل الملك والبوليس والقائد المقطع، المهم الاجهزه لجنه كبيره باش يعينوا الامر. قلت لهم هذا البير وهذه المسؤوليه راه على العاتق ديالي، هذه الابرياء بجوج، قلت الله اللي يعفوك هذا وغادي يفوكني انا. دابا كنهضرش بالغابه، كان الامر. المهم سلمت راسي، عيط احد الاصدقاء في القضاء قال لي يا الهبيري راه غادي الحبس. قلت له شوف هذه مدرسه القران الكريم،
هذا عمل لله. هاد الناس مقتلوا هاد السيد ما عندهم يدفع هادشي، هو مسكين مشي يتصرف. المهم صافي مسكين، وكان معلم ماهر داكشي، بحال عمي علي اللي بينو في قضيه ريان بحال داكشي، ومن البلاد ديالهم. المهم مسكين توفى، جاوا استمعوا لي، كنستنى باش يعيطوا لي يتم الاعتقال ديالي. فعلا عيط واحد الصديق ديالي. المهم دبرنا ديك السيده اللي ساهميس في ديك الاجره ديال ديك البير، دارت جنازه كازادا تنزلوا ما بقى حتى حاجه. ياك سيدي ربما بقى عندكم علاقه مع ديك العائله ديالو، مشاو الاخوان حتى تما ورزازات ياك ورزازات، وقاموا بال المصارف ديال الجنازه ولا بيلانس من هنا الى اخره. المهم الاخوان خلاصه، غير انسان يكون كيتعامل مع هذا اللي الفوق مع الله سبحانه وتعالى غيكون معاه. اخوان لانهم خدامين شوف من 2005 وخصك تتكلم ما قبل 2005، والغالب كيديروا الجامعه وجات مخالفه من المجلس الجامعي ديال بني. المهم تبرتوا واحد التماره، ولكن الله فسح اليوم افواج اللي تخرجت من هذه المؤسسه من الذكور الاناث. اللي بغى يطلع على هذه المؤسسه يمشي يشوف، وفق الله باش يساهم شي حاجه كاين داخلي طاحن. والمحسنين ياك سيدي المحسنين، وهذه كسائر مؤسسه اخرى ناس عاملين مجهود، ولكن الشكر موصول وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، وكما قلنا المشروع الكبير ديال ملك البلاد الله ينصره ويباركنا فيه. والسلام عليكم ورحمه الله. ديك الساعه قالت يونس انا سالم تفضل اسيدي. هذا غير هذه هي رمزيه الاخوان، ما بقاش ديك النظره عندنا على الناس اللي حاملين كتاب الله غير كيقراو في القبور وغير كنحتاجهم الى ما شي حاد ولا كاين شي حاجه، خصنا لان الله رفع من هذه الارض، الله رفع الشأن ديالو رفعه، ولكن حنا ما فهمناش القيمه ديالو. انتم الله يوفقنا باش نفهموا ونعرفوا القيمه ديال هاد القراء وهاد الحفاظ وهاد الناس اللي قايمين على الشان ديال. انتم الله يوفقنا. بغينا السي عبد الحكيم يتفضل مشكورا كذلك يشارك ويساهم في هاد التكريم هذا. التصفيقات ديالكم بحراره. التصفيقات مسجد السنة طريق العرائش. صراحة بغينا نعطيو الكلمة للشيخ السي العالمي، ولكن أنا أعرفه جيدا، حي يستحي أن يتكلم إلا في المنبر. المنبر رزقه الله سبحانه وتعالى، يعني ما شاء الله، اللهم بارك. شكرا لكم، شكرا. وبعد هذا شكرا. شكرا. إن من إجلال الله إكرام أهل القرآن الكريم. إذا أراد الإنسان أن يخلد اسمه في الصالحات بين الناس حيا أو ميتا فعليه أن يترك أثرا حسنا طيبا. وأجمل أثر يتركه الإنسان العلم الشريف لينتفع به الناس. وقد حرص منظم هذا الحفل وبإصرار على تكريم هذه الوجوه وهذه الشخصيات العلمية المباركة، ولا زالت هناك مفاجآت أخرى من هذا القبيل إن شاء الله تعالى. والآن ننتقل بكم
إلى وصلة إنشادية تقدمها يعني مجموعة مشهورة ولها صدى كبير، وهي صراحة يترأسها شاب من خيرة شباب مدينة القصر الكبير، وهو المنشد والفنان محمد بن كيران، وهي نخبة للمديح والسماع، نخبة تضم بين طياتها وجنباتها رؤساء من فروع متعددة، منها الفنان أنس مسطع رئيس المركزية ممثل مدينة سطات، الفنان عبد الحق الغربي رئيس فرع سلا، الفنان يوسف دايبي رئيس فرع الدار البيضاء، الفنان حمزة القاسمي عضو فرع الدار البيضاء مؤذن بمسجد حسن ثاني، حسن عبدون ممثل مدينة القصر الكبير، والفنان محمد بن قدور عضو بمدينة القصر الكبير، والفنان منتصر طول ممثل مدينة القصر الكبير. فلتتفضل هذه النخبة باسمكم جميعا مشكورة مأجورة. Oh,
الستار. زلنا الستار الله يجزك بخير.